فاس في شهر شعبان، عيسى وكاملين كيحيوا العشية ديال شعبان. واليوم الطائفة العيساوية الفيلالية برئاسة المقدم يوسف الفيلالي تحيي عشية شعبان ديالو. كل شي واجد وكل شي حاضر، النفخ زامد، الماعون واجد. واليوم في العشية الفقرة عيسى وبداو يجمعوا. الحمد لله، الأجواء دائما ديال المحبة وديال الأخوة والتواضع اللي كتجمع الفقرة عيساوة بالمحبين وبالمقدمين. الله الله، هكا الحباب تيتجمعوا وهكا الناس فرحانة. الحمد لله على سعة الخير، وهذه فرصة الحمد لله تيتجمعوا فيها الحباب. الله يدومها. ايوا انت سيدي، كل شي في الباب تيرحب وكل شي فرحان، وهنا ما تنشوفو غير الجلالب والخياطة التقليدية. الحمد لله فرصة انها كتظهر الصناعة التقليدية من الجلالب البلاغي. ما عندي ما نقول، فرصة ولله الحمد كتخلينا نفتخروا بالهوية ديالنا ولله الحمد. صحة سيادي، فتحنا وهنا المقدم تيوصل وتيبدا يرحب بالفقرة ديالو. الله الله على التواضع. يلا سيدي المقدم ها وصل، وهو تيسلم عليكم وتيرحب بكم. وهذه رسالة ديال المحبة اللي كتجمع فقراء عيساوة، اللي خصها دائما تكون منتشرة بين فقراء عيساوة. الحمد لله. الطريقة العيساوية دائما الفقرة توقف حداهم، يهزو لك فاتحة ويبداو يدعيو معاك. الله يكمل المقصود. وانا سيدي الجو ديال الربيع باين، والخوص هازين فاتحة وفرحانين، وكل شي كيسايل المقدم يقول بسم الله. والمعلم الفيلالي دائما واقف على شغاله وعلى المساوية دياله. ايوا سيدي النفخ راه زند، الماعون راه وجد. انا سيدي سمع الصوت، سمع الحلاوة ديال الجلد كيف تيكون في الماعون بالنحاس.
يا الله المعلم الله يعطيكم الصحة. أنا سيدي اسمع لك على صوت كده. الماعون واجد حاضر في الفتوح الرباني. محبين الفقرة مازال تيتجمعوا مازال تيجيو، والحمد لله ما تنشوفوا غير التعناق والمحبة، وتتذكروا الأيام اللي دازت شحال هادي مع هاد الوقت هذا. الحمد لله اللهم لك الحمد على هاد الأوقات الزوينة اللي تيحيوها لنا المقدمين ديال عيساوة، وهذه فرصة أنني نشكر جميع المقدمين ديال عيساوة على هاد البادرات اللي تقوموا بهم وتحيونا الليالي ديال عيساوة وعشية عيساوة كيجمعوا فيها المحبين والفقراء والمقدمين. الله يدومها عادة وينصركم جميعا. وسيدي المبخرة واجدة والعود طلق ريحته، والمقدم بغى يقول لكم المقاصد للجميع بجاه النبي الشفيع. الله يجعل سيدي ربي يدخل علينا هذا الشهر رمضان بالصحيحه والسلامه وداك الشيء اللي ناويين في خاطركم، ومرحبا بالجميع. الله يبلغ المقاصد للجميع بجاه النبي الشفيع، والله ينصر سيدنا يا ربي لما تخلي لنا بركه وتشافي وتعافي ان شاء الله. وسيدنا محمد امين امين. سبحان ربي ربي عزت عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. دابا كنهيئوا الدخله ديال الطائفه العيساويه الفلاليه برئاسه المقدم يوسف الفلالي خو المرحوم عبد الكريم، وعلمها عاده وقطع عاده عليها كعاده. طيب الغى المقاصد للجامع بجاه النبي الشافع، وشكرا جزيلا للحباب والجمهور الكريم. طيب الغى المقاصد الحمد لله رب العالمين. يا الله المقدم توكل على الله.